السلام عليكم ورحمة الله. معنا في درس جديد، فيديو جديد. اليوم غادي نتكلمو من خلاله على كيفاش ركبوا الصنيط. كيفاش ركبوا هذا الصنيط؟ هذا الصنيط كما كتشوفوا معايا كيحتوي على جوج ديال المداخل، وهذا هو الرمز ديالو. ديما تيكون الرمز ديال الصنيط هو هذا، على هذا الشكل هذا. قبل ما نبداو في المونتاج غادي نرسمو الشيمة ديالو. غادي نحتاجو الفاز، وغادي نرسمو النوتر ديالنا، النوتر والفاس. دابا غادي نرسم الرمز ديال الصنيط. الرمز ديال الصنيط كما قلنا كيكون على هذا الشكل هذا. او على شكل ديال بوبينا. وغادي نرسم السيروت ديالي بطبيعة الحال، البوطون بوسوار. على هذا الشكل هذا. دابا شنو اللي غادي نحتاج؟ الصنيط. غادي ناخذ ليه النوتر، غادي نجيبو لي ديريكت او من الصنيط للساروت. غادي نحتاجو واحد الروتور، او من وقبل ما ننسى غادي نرسمو الرمز ديال الفيزيبل. الفيزيبل تيكون على الشكل الرمز ديالو على الشكل هذا. غادي نحتاجو الفاز من الفيزيبل ديريكت، شجينا الفاز كما كتشوفو معايا. هذا هو الرمز ديال الصنيط، هذا هو الصنيط ديالنا. هذا بوطون، البوطون اللي كيكون على هذا الشكل هذا. هذا فيزيبل، وهذا بطبيعة الحال الفاز والنوتر. ودابا غادي ندوز للطريقة ديال الكابلاج، خليكم متبعين معايا. دابا من بعد ما جبت البانوق فين غادي نركب الصنيط ديالي، الصنيط ديالي ها هو هذا. فيه جوج ديال المداخل، يعني سهل بزاف التركيب ديال الصنيط، ما فيه شي تعقيدات. دابا غادي نشوف، غادي نرسم الشيمة ديالي هنايا في هاد البانو عندي. كما قلنا غادي نحتاجو واحد الروتور مباشرة من الصنيط. غادي يدخل لينا الساروت، البوطون عفوا. غادي نحتاجو النوتر. النوتر غادي يجي مباشرة للصنيط ديالنا، و بطبيعة الحال غادي نحتاجو واحد الفاز غادي يمشي مباشرة للصنيط ديالنا. دابا هدا هو الصنيط ديالنا. حنايا غادي نديرو الكابلاج ديالنا. انا غادي ناخذ هذا اللون، غادي نديه السيروت ديالي، او غادي نبرونشيه في واحد من هاد المداخل. كنفضل يتبرونشا على اليمن ديالك، المدخل اللي على اليمن. دائما الصنيط كيحتوي على جوج ديال المداخل فقط.
غادي نعاود تقوم بالتزيير دابا انا ديت الروتور ديالي للسونيط. دابا اللي بقى ليا غادي نجيب واحد الفاز مباشره من ليمونطاسيون ديال الكهرباء ديالي اللي عندي. غادي نشوف لافار ديال الخيط ديالي اللي غادي يكفيني. دابا هذا ما كافينيش، غادي ناخذ خيط واحد اخر، غادي نقطع العبار ديالي. دابا شنو اللي مازال خاصني؟ خاصني النوتر، غادي ناخدو هاد الطرف ديال النوتر، غادي نركبو في المدخل التاني ديال السونيط، غادي نديكابي الخيط ديالي. وغادي نجيب الصونيط، البوطون ديال الصونيط، السيرو ديال الصونيط او البوطون ديال الصونيط فيه جوج ديال الدخلات تيكون على هذا الشكل، او لا ممكن تركب بوطون بحال اللي كيكون في المينيتري على حسب الاختيار. نركب الفاز في المدخل والروتور في المدخل. انا نبلاصي السيرو ديالي في المكان ديالو، ما غاديش نقوم بالتزيير ديال هاد ليفيس لانني غير كنجرب. غادي نبرونشي لوريمونطاسيو ديالي النوتر والفاس، ودابا غادي نشوف التجربة ديال هاد الصونيط ديالي واش خدام ولا لا. كما شاهدتو معايا ها هو كيصوني، يعني تمت العملية بنجاح. كل ما كتحتاج في هاد المونتاج هو روتور و نوتر، روتور و نوتر، يعني فاز و نوتر تيدخلو للسيروج الفيزيبل ديال الصوره. اصدقائي كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، ان شاء الله نتلاقاو في درس جديد والى اللقاء.